ماذا لو قررت تعمل مشروع؟ طبعا هتحتاج فكرة. كنا قاعدين انا واسره، الكلام كان بادئ ان احنا انا عايز اسافر، هي عايزه اجيب عربيه، طب بس المرتبات والوظيفه، خلاص يبقى نعمل حاجه بسيطه. فقلنا خلاص يبقى كب كيكس. اول ما قبضنا نزلنا جبنا الحاجات. وهتحتاج تكون مجنون، وهتحتاج شريك مجنون زيك. احنا مجانين. خطه، احنا حطينا الخطه، اصلي الفجر وابدا ازين الكب كيك او اعمله اصلا من الاول، ودي لامان الشركه الصبح، اروح الشغل بقى اقضي يومي كله، وبعد كده برجع تاني اعمل الكب كيك. وتتشجع وتبدا تنفذ. اول يوم انا عملت الكب كيك فيه ما كنتش مبسوطه منه خالص، صحيت من النوم على التليفون لسه. الو ايمان قومي الفرماسي ساح. هي شجعتني، لا حلو الفرماسي. كان لازم نفضل شغالين ونرميش حاجه وناخد فيدباك من الناس، كل ده مهم، كل ده خلاني اقول لا هننزل نبيع. وهتكتشف حاجات جديده. اول حاجه استنتجتها انه بتوع المحلات فاكرين ان الحته اللي قدامهم بتاعتهم كلها. ماشي، بتوع الفرش الشارع بتاعه كله. هتنبسط قوي بانجازاتك الصغيره. اتنطط اصلا. حد مره جه قال لي انت بتعملي ايه بنت ست كبيره؟ انت بتعملي ايه؟ كب كيك. طب ما يمكن فيه رومي. ايه؟ هتلاقي مشاكل هتقابلك. نعاني بقى طبعا مع الاسعار ومع البياعين، بنشتري الحاجه بسعر ونبدا نروح مكان تاني فنلاقيها بسعر مختلف تماما. وساعات هتتعب وتحس انك مش عاوز تكمل. بيع في الشارع دي كانت فكره وحشه جدا، فكره مؤذيه جدا بصراحه. نزلت تقريبا 40 مره، الشارع مخيف، الناس مش مريحه، بيرفضوني فكره انت بتعملي ايه هنا. بس بعد كل ده هتلاقي الدعم اللي يزقك لقدام. كان ريسك كبير جدا بس احنا قده يعني، وده هيعلي طموحك. بعد سنة شفنا محلنا كبير، شفنا ازاي احنا بنكمبيت وبنكمبيت كويس جدا. عايز تجيب لهم حاجة حلوة في البيت؟ أكيد مفيش غير الكب كيك. ولا كويدر ولا اتوال. مفيش غير كيكس من عند إيمان. أيوة. احنا صحيح ما كملناش، بس احنا اتعلمنا كتير. علشان كده أنا بإنفايت كل ولد أو بنت عنده مشروع صغير يبعت لي نصور فيديو سوا، ويلا بينا نخلي العالم يدعمكم.